مرحبا برج القوس، أهلا فيكم. أحسك هني في الماضي ثمانية سيوف مقابلها ثمانية أكواب. في الماضي اضطريت أن تتنازل أو تخسر شيء لعيون أن تكسب شيء، علشان تظل محافظ مثلا على سكنك على وظيفتك اضطريت أن تتنازل عن شيء، اضطريت أن احتمال حتى تتنازل عن ورث أو تتوقف عن المطالبة بشيء معين من حقك. ولكن في الفترة القادمة عندك هني محرك قوي يدفعك إلى صالحك، حكم راح يطلع إلى صالحك أنت، حكم من المحكمة، حكم من الأشخاص، اعتذار. أشوف أيضا هني إن في اعتذار، وفي عند هاي الأشخاص استعداد لأن يعوضونك، في تعويض قادم في طريقك، بس أنت محتاج فقط أن تحدد ما هو التعويض اللي ترغب فيه، ما هي القيمة إذا كانت أموال، ما هو المردود إذا كان بهاي الشكل. زين برج القوس في القراءة هني تحذير وحيد من أن خذ التعويض لطالما تستطيع، لأن الفرصة اللي تأتيك اليوم احتمال ما تكون متوفرة بنفس الشكل بكرة. هذا الكارت يقول لك استعجل، بما معناه لا تقول أريد أول أني مثلا أخلص من دراستي وبعدين أعمل، أرفض العمل لطالما أني لحد الآن لم أتخرج. لا، هذا الكرت يقول لك تستطيع أن تحصل على كل أمنياتك في نفس الوقت، وهذا الشيء اللي المفروض تسويه، لأن أوقات بحركة الكواكب بالظروف نشوف أن الظروف تصعب علينا، فأنت مقبل على مرحلة سهلة فيها الكثير من الأشياء اللي تتوفر لك، فيها الكثير من الظروف أيضا اللي تساعدك. فهني كأنما ثمانية مقابل ثمانية يقولون لي إن حاول تجمع بين شيئين وتوفق بين شيئين، لا تعتقد أنهما بطبيعتهم صعب يمشون مع بعض، الدراسة والعمل، الدراسة والزواج. زين عندك مثلا هني بما قلت لك متنازل عن شيء عشان تحصل شيء، مثلا عشان أظل محافظ على بزنسي أو تجارتي أضطر أني مثلا أترك عملي الأساسي، أو العكس أريد أن أترك عملي الأساسي من أجل أن أوفق في تجارتي. شفت التجارة فتحت وابتسمت، فتحت أبوابها في وجهك وابتسمت عشانك تروح تترك، لا، هذا الشهر يقول لك عندك أول وأول، كوب الأول والسيف الأول، أن أنت على قولتهم بالإنجليزي you can have your cake and eat it too، تستطيع أن تحصل على الكيكة وتأكلها في نفس الوقت. إنزين هذا الكارت ما يريد منك أن تشارك أحد، وأيضا يريد منك أن تأخذ كل شيء تقدر تغرف منه خذه في الوقت الحالي دام الأمور متسهلة عشانك، هذا النقطة جدا ضرورية. زين، وهني اللي قاعدة أشوفه لك أكثر الطاقة قاعدة تأتينا من ناحية أن في شيء قديم أخذ منك سلب منك راح يرجع لك، وهني تعطى صوت، تعطى شيء في خطاب، تستطيع أن تخطب في الناس، تستطيع أن تنصح الناس، تستطيع هني كأنما حتى الوظيفة القادمة المنصب القادم استشاري، صوتك مسموع ورأيك مهم، فكون أنت دقيق، كون أنت حذر وين تحط هذا الرأي وأي جانب تأخذ. إنزين يمكن هذا طاقة السيوف تطلب منك أن تكون دبلوماسي، أن عندك محتاج تجمع بين ثمانية وثمانية، مو بس توازن، محتاج أن احتمال وايد أنتوا قاعدين راح تتوجهون إلى أشياء قانونية أو نظام قانوني تضطرون فيه، أن محتاجين فيه أن تكونون الخصم، توفقون بين الخصم مثلا وبين المتهم، أوكي، شيء كذي، أن أنتوا راح تمثلون الوساطة في الفترة القادمة، راح تكونوا في لجنة مهمة في الفترة القادمة، فكونوا حكيمين في استخدام هذه السلطة، لأن الأمنية هذه راح تتحقق لكم. إنزين خلينا نشوف هني الجانب العاطفي، أقرب لكم الأوراق. شريككم هذا الشخص اللي في بالكم برج القوس ذابحته الغيرة في هذا الوقت، صاير جدا غيور، كل ما شاف أن أنت محاط بالاهتمام، كل ما شاف أنك مستمتع بحياتك ومشي أمورك عادي وتخرج، صار عنده مثل احتراق، مثل ما تحترق الشمعة، قاعد يستهلك نفسه عن طريق هذه الغيرة، قاعد تحرقه من الداخل إلى الخارج. فهني بكرت الساحر قاعد كأنما يحاول أن
يداري عنك هذا الشعور أو هذه الغيرة عشان ما تعرف، كأنما إذا عرفت بيكون بتعرف إن أنت تمثل نقطة ضعف لها، فبتشوفها في الفترة القادمة بتحصل منها أي أمنية، أمنية الارتباط، أمنية إن راح يوفر يعمل جاهدا زين يقوم بحتى يأخذ الأموال من مكان ويحطها في مكان عشان يستطيع الارتباط فيك. لأن كل ما شاف إن أنت عندك فرص وعندك خيارات أخرى حس بالخوف، فهني عنده طاقة استعجال، عنده طاقة استعجال يريد أن ينهي الصفقة، ينهي هاي الارتباط، يثبت الارتباط، خلينا نقول مو ينهي، يثبته في زواج، في خطبة. أنا أحس هني قاعد متوجه تجاهك أنت، كأنما في الفترة القادمة يحاسبك أو يغار عليك يمكن شوية بأسلوب جاف، ولكن هو قصده طيب. زين، فهني عندنا طاقة الأم. من هي طاقة الأم؟ الأوراد اللي نتعامل معاها هني جوزاء دلو. الميزان ليس غيور كثيرا، ممكن يكون غيور إذا عنده نوع من الترتيبات المائية. عندنا هني أيضا الأبراج الترابية، عذراء، ثور، جدي، وهذه الأبراج أيضا تحب التملك، لا تنسون طاقتها أرضية. عندكم هني شخص راح يذهب مو فقط إلى أمه، راح يهرول إلى والدينا والأهل، إلى العائلة، إلى العشيرة، إلى حتى عائلتك أنت. راح تشوف أنه يتقدم لك هذا الشخص يكون جدا مندفع، فارس السيوف، مندفع ويدفع أمامه أهله ويدفع أهلك أنت في نفس الوقت، لأنه يريد أن يفوز فيك. وللأمانة في الماضي أشوف أنه كانت أمامه خيارات أخرى، حاولوا بعض الأشخاص أن يشتتون انتباهه عنك، مثلا هو من البداية وقعت عينه عليك، ولكن في الفترة السابقة وجهوا تجاه شخص ثاني قريب منك، أوكي، شخص ثاني بديل لك، بديل قريب منك أنت، أوكي. مثلا البنادول له بدائل كثيرة، حتى لو ما كان نفس الشركة بس يعطيك نفس المفعول. حاولوا أحد الأشخاص هنا، حاولوا أن يعطونا بديل، يخففون عنا فترة السابقة. إذا شفت انقطع التواصل بينك وبينه، أو شفت احتمال في الماضي ينسحب وما عنده رغبة قوية، فهي بسبب أن كان في شخص ثاني في الصورة. ولكن هالكرتين يبينون لي، وجودهم هنا يبين لي أن انتهى هذا الشيء، لأن رغبة انقطعت عن هذا الشخص اللي كان بديل بالنسبة لك، واللي عرضوا عليه أشخاص. يعني من البداية هو كان وقع اختياره عليك، ولكن عرضوا عليه إن ما رأيك بهذا الشخص كبديل لسبب من الأسباب. فهني قاعد أشوفه إنه في الوقت الحالي قاعد يعمل على أن يجلب الأشخاص وأيضا الموارد المالية، يرتبها كلها عنده عشان يتقدم للخطبة، وجدا مستعجل لدرجة إنه ما عنده مانع أن يقطع شيء مهم في حياتك، ما عنده مانع أن يؤثر على عملك، ما عنده مانع أن يؤثر أو يقطع دراستك، أن يخليك أنت حتى برج القوس تغير برنامج حياتك من أجل أن تلاقي له مكانة ثابتة في حياتك. يعني هذا عنده نوع من الإصرار والاندفاعية لدرجة أن أريد ما أريد، عنده شوي حب للتملك. أنت تعرف هذا الشخص. خلينا نشوف طاقة المنفصلين لهذا الشهر، وشنو أكثر الأبراج اللي احتمال يكون في بينكم وبينهم رجوع. عندنا هنا أيضا طاقة الأبراج النارية، أسد، حمل، قوس. شوفوا، الرجوع مع الأبراج الترابية راح يكون مقابل أن أنت تقدم تنازل. الأبراج الترابية راح يطلبون منك أن أنت أيضا تقدم تنازل، عكس هني الأبراج الهوائية. الأبراج الهوائية راح يعرضون عليك شيء، إنزين، يعرضون عليك الرجوع ويطلبون رضاك في نفس الوقت، إنزين، ولكن كأن هني الأبراج الترابية يرجعون
عندهم كلام، عندهم رغبة للرجوع، ولكن عندهم اشتراطات. أوكي، كأنه هما شنو نقول إحنا، يمنون عليك، يمنون عليك بالرجوع. هني في إيجو، في كبرياء. أبراج الهوائية لا، عندهم اعتذار، عندهم رغبة للتعويض. خلنا نشوف إذا راح تأتي طاقة الأبراج المائية. فارس الأكواب، مع الأبراج المائية راح يكون في حديث عن الرجوع، بس ما أشوف أنه يكون في رجوع. أوكي، يعني في نية، ولكن النية مو دائما مقام العمل. عند الله سبحانه وتعالى هي مقام العمل، ولكن عند البشر مو شرط. عندك شخص يفكر، ولكن ما أحس أشوفه، هذا الوشي واشي اللي يتمنى، يتمنى والله أتمنى أرجع، أتمنى لما يجلس مع الناس، هذا الحوت، السرطان، العقرب، يجلس مع الناس يقول والله أتمنى أن يقبلني برج القوس مرة ثانية، ولكن حقيقة ما قاعد يسوي أي جهود، أي بوادر تستاهل. وإذا تلاحظون حتى في القراءة العاطفية اللي شفناه أنه قاعد يحاول أنه يوفق ويعمل المستحيل، هم الأبراج الهوائية لهذا الشهر والأبراج الترابية. الأبراج الترابية مع أنه شوي عندهم كركبة أو عندهم شروط، عندهم حسبة، حساب في الرجوع، ولكن أيضا قاعدين يعملون على الرجوع. إنزين، لو مو هذا الشهر تنسوا عندنا رقم 3، فاحتمال كبير أن تشوفون بداية الموضوع يتحرك خلال شهر. أوكي، خلنا نشوف الحين النصيحة العامة لكم يا برج القوس. الأسد والحمل والقوس، هل راح يكون في بينهم رجوع؟ لأن هني طلعت عندنا في البداية طاقة نارية. نعم نعم، ولكن الموضوع راح يطول، لأن عندنا طلع لنا الفارس البطيء. الموضوع راح ياخذ وقت أكثر من المتوقع لمنفصلين برج القوس مع الأبراج الترابية. لا سوري، مع الأبراج النارية، لأن احنا فتحنا النية عن الأبراج النارية. خلنا نشوف النصيحة العامة. وفي شخص أيضا هني قاعد أشوف إن في شخص راح يترك زوجته الأولى عشان مو يتزوج الثانية، عشان يرتبط فيكم برج القوس. إنزين، في شخص راح يترك شيء قديم عشان يستطيع إنه يرتبط فيكم. إنزين، ميلك أند هاني، الكثير منكم في الفترة القادمة، هذا الكرت لما نشوفه يبشرنا لأن راح يكون في الكثير من الخطبة. هذه فترة شهر العسل، وهذه أيضا فترة الخطبة، فترة اللي تونا مرتبطين والأمور سهلة، الأمور مريحة. شخص جديد أيضا، من أشوف هذا الكارت أحس شخص جديد، أو شخص يمكن كان مبتعد يرجع بقوة، ويصير فيه تجدد كبير في العلاقة. أليك أب، محتاج أن تستند على أشخاص في الفترة القادمة، هذه هي النصيحة لك. برج القوس، ما تعتمد كأنما هني، ما تعتمد فقط على حكمك الخاص، محتاج أن تعتمد على حكمة شخص ثاني، تستشير جدتك، جدك، شخص كبير عندكم، حكيم في العائلة، لأن لا تنسى عندنا هني طاقة استعجال شوية، أنا قلقة بخصوصها، استعجال لدرجة أن ما فيها حسابات كافية وحسابات منطقية. يعني مثلا الاستعجال إذا دخلنا، بعطيكم مثال، استعجال إذا دخلنا فيه بسرعة، ممكن تلاقي شخص قبل ما ينهي ماضي، أو قبل ما ينهي زواجه الأول، قبل ما يرتب أموره، يدخل معاكم في ارتباط. لما أنت ما تستند على حكم شخص أكبر منك، أكثر حكمة منك، وأنت أيضا لما تستعجل، هذا أيضا يطلب منك التأني. إنزين، أو مو بس التأني، شوف الدب الصغير شلون متمسك بالأم، يطلب منك التمسك بالأشياء اللي في حياتك اللي موجودة قبل الحب والارتباط. يعني مو بس تتزوج، مو بس تحب، مو بس يأتيك مرشح للزواج تروح تترك كل شيء أنت كنت تشتغل عليه، من دراسة، من طموح، من أهداف، من روتين. ما في أحد يقدر
شخص ما له أهداف، ما في أحد يقدر شخص ترك كل شيء عشان بس يكون موجود معه. لما الشيء يتوفر زيادة ينقلب ضده، فأنت كأنما محتاج تظل متمسك بالأشياء اللي في حياتك أنت، زين، حتى مع دخول هذا الشخص الجديد اللي أحس بطاقته، حتى مع دخولك على الأقل في الارتباط هذا الجديد. وهذا أيضا كارت يطلب منكم.